طائرات الدرون تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام والتصاميم، بدءا من الطائرات الصغيرة اليدوية الحجم التي يمكن لشخص واحد تشغيلها بواسطة جهاز تحكم عن بعد صغير، وحتى الطائرات الكبيرة التي يمكن أن تحمل أحمالا ثقيلة وتطير لمسافات طويلة. تختلف مدة تحليق هذه الطائرات ومدى نطاق التحكم فيها اعتمادا على الطراز والتكنولوجيا المستخدمة. تستخدم طائرات الدرون في العديد من الصناعات والقطاعات. في صناعة الأعمال والتجارة يتم استخدامها لأغراض التصوير الجوي والتسويق والرصد والتفتيش. تستخدم الشركات أيضاً الطائرات بدون طيار لتوصيل الطرود والبضائع بطرق أسرع وأكثر كفاءة من خلال الهواء. في المجال العسكري تستخدم الطائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع والاستطلاع الجوي والاستهداف، وتوفر ميزة التشغيل عن بعد والقدرة على إجراء مهام استخباراتية وعسكرية دون تعريض الأفراد للخطر. أيضاً في مجال الطوارئ والإنقاذ تعد طائرات الدرون قيمة للغاية. يمكن استخدامها في البحث والإنقاذ في المناطق النائية أو الخطرة، حيث يكون الوصول صعباً للفرق البشرية. يمكن تجهيز الطائرات بدون طيار بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار أخرى لتحديد مواقع الضحايا المحتملة وتوجيه فرق الإنقاذ إليها. مع تطور التكنولوجيا يتم تطوير تطبيقات جديدة باستمرار لطائرات الدرون. على سبيل المثال، في مجال الزراعة يمكن استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة المحاصيل وتحديد مناطق الري وتوفير المبيدات بشكل أكثر دقة وكفاءة. مع زيادة استخدام طائرات الدرون تطرح أيضاً قضايا متعلقة بالخصوصية والأمان. هناك قوانين وتشريعات محددة في مختلف البلدان لتنظيم استخدام طائرات الدرون وحماية الخصوصية الشخصية والأمن العام. باختصار، طائرات الدرون تقنية الطائرات بدون طيار تعد تقنية حيوية ومتعددة الاستخدامات. تستخدم في العديد من الصناعات والقطاعات مثل التصوير الجوي والرصد والتفتيش والتوصيل والاستطلاع والاستطلاع الجوي والإنقاذ والزراعة والعسكرية والبحث العلمي. توفر طائرات الدرون مجموعة من المزايا، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى مناطق غير مأهولة أو خطرة، وتنفيذ المهام دون تعريض البشر للخطر، وتحسين كفاءة ودقة العمليات في مختلف الصناعات، كما أنها توفر تكلفة أقل بكثير مقارنة بالطائرات التقليدية مع طيارين على متنها. مع ذلك هناك تحديات وقضايا تتعلق بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار. تشمل بعض هذه التحديات التنظيمية والقانونية، حيث تحتاج طائرات الدرون إلى ترخيص وتنظيم لاستخدامها بشكل قانوني. كما تثير قضايا الخصوصية، حيث يمكن للطائرات بدون طيار جمع البيانات والمعلومات بطرق تتعارض مع حقوق الخصوصية الفردية. بصفة عامة، طائرات الدرون تعتبر تكنولوجيا مبتكرة ومثيرة للاهتمام، وتوجد فرص كبيرة لاستخدامها في المستقبل لتحسين العديد من العمليات والصناعات. عزيزي المشاهد، إذا كنت من محبي الصناعات المتنوعة، فلا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك ليصلك الجديد في الصناعات اليدوية وغيرها.